السلام عليكم، مرحبا بكم جديد على قناتي زينو هما مع ام ايناس. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم وصفه ديال الليبيني. هذه الوصفه اللي كتعجب الكبار والصغار، هي وصفه ماشي صحيه 100% بحكم اننا كنطيبوها في الزيت، ولكن ما كاين بس الا مره فرحنا وليداتنا بحوايج اللي كيعجبوهم واللي عجبته الوصفة وحابب يجربها يخليه مع الفيديو حتى الأخير. واللي أول مرة كيشوف معي الفيديو على قناتي يشترك معنا في القناة ويضغط على الجرس باش يوصله كل جديد. ونتمنى الفيديو ينال الإعجاب ديالكم. والوصفة ديالنا ديال اليوم كنحتاجوا ليها 2 معالق كبار زيت المائدة، 1 ملعقة صغيرة ملحة، 2 معالق كبار سكر سنيدة، 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية، 1/2 كاس حليب، بيضة، ساشيت الفاني، و 2 كيسان ونص ديال الدقيق. غادي نبداو على بركة الله في الطريقة. أول حاجة غادي نخلطو الحليب والخميرة والسكر حتى يبداو يتفاعلوا معنا. بعدها غادي نضيفو بقية المكونات، الزيت والبيض والفاني والمليحة، وغادي نبداو نضيفو الدقيق تدريجيا حتى ينسجم معنا الخليط وتكون عندنا عجينة تكون شويه كتلصق شويه في اليدين. وغادي نجمعها ونخليوها تخمر شي ساعه ولا ساعتين على حسب درجه الحراره الجو. ومن بعدها غادي نتلاقاو باش نشوفوا بقيه هي العجينة ديالي. بعد ما جمعتها انا زدتها 1 ملعقة صغيرة ديال الدقيق، كما كنقول دائما الدقيق حسب الخليط على حسب النوعية ديال الدقيق وعلى حسب الحجم ديال العجينة ديالنا. بعد ما خمرت المرة الاولى كنسرحو على سطح العمل اللي كنكونو رشيناه بالدقيق، وكنسرحو العجينة على سمك يكون متوسط ما يكونش رقيق بزاف وفي نفس الوقت ما يكونش غليت بزاف لانه باقي غيضعف الحجم ديالو بعد ما غيخمر المره الثانيه. وغادي نقطعو باي قطاعه دائريه عندكم. انا هنا غادي نقطعها بالقطعه ديال لي شونسو لان هي اللي كانت عندي في الحجم اللي بغيت. وغادي نقطع الجوانب بقطعه صغيره باش نستغل دوك الجوانب وما نضطرش انني نعاود نخدم العجينه ديالي مره ثانيه. في نفس الوقت كيجيو زوينين وكيعجبوا الوليدات الصغار. ملي كنقطعهم كنستفوهم في لاطا ولا بلاطو اللي كنكونوا فرشنا ليه شي زيف من قبل. بعدها كنقطعهم قطعه صغيره من الوسط باش يعطينا الشكل المعروف ديال اللي بيني، وكنغطيهم ونخليهم يخمروا مره ثانيه ونتلاقاو من بعد باش نشوفوا كيفاش غنطيبوهم. بعد ما كيخمروا لينا الليبيني ديالنا مره ثانيه كنقليهم في الزيت على نار متوسطه باش نضمنوا انهم يطيبوا لينا من الداخل وما يتعجنوش، وكنخليهم حتى يطيبوا من الجهه الاولى. من بعدها كنقلبوهم من الجهه الثانيه وكنستمروا على هذه الطريقه حتى نكملوا كاع الكميه ديال الليبيني اللي عندنا. بعدها كنمرهم في السكر سنيده. نتوما يمكن لكم ديروا ليهم سكر سنيده ولا ديروا ليهم العسل. انا وليداتي ما كيبغيوش العسل، داكشي علاش غادي ندوزهم سكر سنيده ونقدموهم الصحه والعافيه. كما كتشوفوا معايا هما اللي بيني ديالنا بعد ما كنساليهم كيجيو طريين ومفشفشين ومجعبين من الداخل. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم لانهم هما اللي كيحفزوني باش نعطي المزيد. والى اللقاء.